مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. نتواجد الآن في العيادة ديال محمد أديب الشقيلي، الدكتور اللي عدد كبير من المغاربة تبعوا القصة ديالو في الفيديو السابق، اللي له من الروح الوطنية ما يكفي. مشاهدينا الكرام، الدكتور محمد يتعهد ويلتزم أنه يدوز للناس ويدير جراحة الناس في التخصص ديالو اللي هو طب العيون بدون مقابل، إلا أن قرار أحد المسؤولين بين قوسين المندوب له رأي آخر، وهذه صدمة كبيرة. مشاهدينا الكرام، لتنوي الرأي العام أكثر في الموضوع، هنا شعطيت فكرة على الفيديو، والفيديو السابق راكين في مغارب نيوز في حالة الناس اللي ما شافوش. مشاهدينا الكرام، من بعد الفيديو يوم أمس وضعنا رقم الهاتف ديالو، عدد كبير من المغاربة تواصلوا معاه في المغرب وخارج المغرب، وكذلك مختصين في المجال. النقاش ديالو معاه كيفاش كانت الأمور غنشوفوها مع دكتور محمد. محمد، دوزني الفيديو البارح، فاجأتيني اليوم، قلتي لي راه ما نعستش، اتصالات كلشي تيعيط ليا، أوروبا، عاود ليا النقاش ديالك مع المغاربة. بسم الله الرحمن الرحيم. دونك معكم توجور الدكتور الشقيلي محمد أديب. دونك مورا هذاك الحوار الشيق اللي كنا درنا معكم، دونك الناس تفاعلوا بواحد الشكل كبير بزاف. الناس عيطوا لي من داخل المغرب ومن خارج المغرب، من بريطانيا، من ايطاليا، من فرنسا، من السويد، من كندا. هذاك شيء غريب. الناس كيحيوا هذه البادره وكيشكروني بزاف. هذا الشيء دخل في خاطري بزاف. انا بقيت حتى كنشوف، ما كنتش كنتصور بان الناس غادي يوصلوا لهاد الشكر وهاد التقدير. انا فريمون هادشي حرجني شويه، لان ما كنتش كنتصور هادشي لا من خارج المغرب ولا من داخل المغرب، بحيث ان الناس كاين اللي باغي يجي لعندي، كاين اللي باغي يصيفط لي، قال لي واش كاين شي مساعده نساعدوا الناس. قلت لهم انا تساعدوهم غير بهاد الروح الوطنيه اللي فيكم. الناس فقراء الحمد لله. المغاربه شعب ظريف، وشعب كيتعاون، وشعب حنين الحمد لله. دونك انا هذا الشيء فرحني بزاف، وشويه خفف من الالم ديالي ومن هذا الرفض اللي قدموا لي السيد المندوب. دونك هذا الرفض هذا اللي كان جاحف وكان قاسي، ولكن الناس الحمد لله، الشعب والناس تضامنوا معايا وتضامنوا مع خوتهم الناس الفقراء اللي بغينا نقوموا بالواجب. هنا عيطوا لك ناس ما فحالهمش، من الطبيعي غيقول لك عافاك، لكن ممكن تعطيني العنوان، بغينا نجيو عندك تشوف الوضع ديالنا. بالفعل هذا الشيء اللي قلتيه هو اللي صحيح، هو اللي كان مرتقب، بحيث تعيطوا لي الناس بزاف. مساكن كاين اللي فحالو، كاين اللي قال لي يا دكتور انا قد نخلص غير نص الثمن ديال العمليه. انا دول كيهضروا معايا في التليفون بحال الا كيعرفوني سنين، وانا ما كنعرفهم ما كيعرفوني، وبغاو يجيو وبغاو وانا محرج. قلت لهم جيو مرحبا بكم، انا ندوز لكم فابور، ندوز لكم تدويزه عندي هنا في كابيني فابور، ما تخلصوا حتى ريال بالنسبه للعمليات ولا شي حاجه. الا كانت شي حاجه نتعاون معكم، الا كانت نقدر نصيفطكم عند اصدقاء ديالي في 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 في, في, في المصلحه الجامعيه، الطب، مستشفى 20 غشت. لا، هنا باش نقرب معك اكثر، والراي العام بالنسبه لجداتهم نحترمهم ونفهمهم اكثر. مشاهدينا الكرام، حتى لا يكون تناقض الكلام ديال الدكتور محمد، انا فهمت القصد ديالو. الفيديو السابق الدكتور محمد تبع خطوات دارهم السيد الوزير من اجل خلق شراكات بين القطاع العام والقطاع الخاص. شاف الفكره، رحب بها، هو في العمر ديالو 58 سنه، له في المجال ديال اختصاص ديالو اللي هو طب العيون حوالي 30 سنة، 15 سنة دوزها في الطب العام و15 سنة دوزها في الخاص. خذا واحد القرار تواصل فيه مع السيد المدير الجهوي اللي هو مسؤول على الدار البيضاء، على أساس يوفروا ليه الفضاء يعني مستشفى، ويوفروا ليه اللوجيستيك ماتيريال، وهو مستعد يدوز للناس ويفتح لهم فابور. كان عطاني رقم تقريبا بين قوسين بحال كنقولوا الخيال، قال لي انا مستعد حتى 100 في النهار، لدرجه توصل ل 2000 في الشهر ما عنديش المشكل، بدون مقابل.
هذا هو الجوهر ديال الموضوع بالنسبه للناس اللي ما شافوش الفيديو السابق. من بعد ما تكلم مع السيد المدير الجهوي رحب في الفكره. من الطبيعي انه المدير الجهوي في الرتبه اللي تحت منه كاين المندوب ثم مدير المستشفى وامور اخرى. قال لي السيد المدير الجهوي تواصل مع السيد المندوب مرحبا، اعطاه قوه، اعطاه شحنه ايجابيه، خذها الدكتور مشى عند السيد المندوب. السيد المندوب كان له راي اخر، راي صادم، قال لي احنا ما محتاجينش، رغم انه المستشفى اللي كان تكلموا عليه فيه طبيبه واحده والوضع الصحي ديالها مسكينه ليست على ما يرام، ما كتخدمش، ما تقدرش تكمل حتى الاسبوع وما كتفتحش، كاين خصاص مهول وحنا جينا في الدار البيضاء. يعني الى رجعنا لكلام السيد المندوب قرار طائش، قال لي لا ما عندناش هاد الاحتياجات، حنا ما محتاجينش. والواقع له راي اخر، هذا هو الجوهر الموضوع. اليوم الفيديو اللي كنتكلموا فيه هو ملي توضع الفيديو الاول تواصلوا مع الناس، حيوه الناس، وهنا تكلم لي الناس اللي ما فحالهمش بغاو يساعدهم، وكذلك الدور الشكر الجزيل الجالية المغربية للاهتمام وروح الوطنية ديالهم اللي كيتواصلوا مع الدكتور وتيشجعوه أكثر بأنه يمشي في المنوال ديالو باش يحقق هاد روح المواطنة اللي كيتحلى بها. في خضم الموضوع الآن غنشوف معاه الشق الثاني. أستاذي أنا شرحت نبدأ علمي في احترام الناس اللي ما شافوش الفيديو الأول، ما تواصلوش معاك الناس في دول اختصاص أطباء مدير المستشفيات على هاد الخطوات الإيجابية اللي بغيت تدير في سبيل الله. بالفعل تواصلوا معايا أصدقاء ديالي زملاء في الاختصاص وغير الاختصاص، ورحبوا بالفكرة وقال لي سيدي كنحييو فيك هاد روح المواطنة وهاد الشيء اللي بغيتي تقوم به. مع الأسف الشديد حنا قلالين نقدو نديرو هاد الشيء اللي درتي، سيرسيرمون حنا راه ما نقدوش نديرو هاد الشيء. كيفاش حنايا ما تكافيناش مع القطاع الخاص اللي كنتخلصوا فيه ونمشيو نخدموا فابور في القطاع العام، الوغ كو حنا ما عندنا لا وقت لا لا لا, لا, لا وما قادرينش نديروا هاد الخطوه. قلت لهم لا، انا كنت خدمت في القطاع العام وخدمت في القطاع الخاص، وهناك خصاص كبير ومهول ديال الناس، ناس فقراء اللي محتاجين للتطبيب، محتاجين للفحص، محتاجين للعلاج، محتاجين للجراحه. دونك قمنا بهاد الواجب هذا وهاد الخطوه اللي ربي ما يسرش فيها، واخا الوالده مسكينه وصاتني على الفقراء وبغيت انا نقوم بهاد الواجب الوطني. تقول لي دابا الرساله ديالك السيد الوزير والمدير الجهوي اللي عندك انت فيهم الثقة انه رحبوا بالمشروع ديالك بالفكرة ديالك وكانوا معاك، الا ان علامة استفهام كاينة في المندوب. هاد الناس الرسالة اللي هم مسؤولين في محط صنع قرار، الرسالة اللي بغيت تقول، الرسالة اللي بغيت نقول لهاد الناس هادو هم الله يجازيهم بخير، يتعاونوا مع الناس القطاع الخاص اللي باغين يتعاونوا ويديروا مجهود مع القطاع العام باش يرفقوا بهاد الفقراء وباش يعاونوا المعوزين والناس اللي محتاجين للتطبيب، الناس اللي مساكن كيتسناو عام، كيتسناو 6 شهور، مواعيد طويلة بزاف باش توصلهم النوبة، ويا ترى توصلهم ومن بعد كيعاودوا يأجلوا لهم الموعد، ويأجلوا تاني الموعد. مسكين داك السيد كيتم جاي راجل فقير هز 1000 فرانكات في يدو جاي عندي تال العيادة باغي يدوز، وكتشوفه محتاج باغي يعطيك الفلوس، وانت خصك تعطيه الفلوس. هاد السيد راه ما عندوش، هاد السيد هذا خصو يبقى في الفضاء ديالو ديال الصحة العمومية، ديال المرفق العمومي اللي الفضاء كبير، كاين الناس كاين ممرضين كثار، كاين الناس اللي غادي يخدموا، كاين الدوله راه دايره الالات ديال الفحص ديال التدواج وديال التفتيح، خاص على اللي يخدم، واللي يخدم مع الاسف الشديد قليل وما كاين شيء. الناس كيهاجروا دابا، الناس كيهاجروا المستشفيات العموميه، كتمشي للميصحات كتلقاهم عامرين بالاطباء، النص فيهم ديال 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 المرفق العمومي خدامين، ما مخلين القطاع العام ما هكاك، ويجي مسؤول بقرار طائش يقول لك ما يمكن لياش ما نرفض انا البادره باش تعاون مع القطاع ودير اتفاقيه شراكه ما بين القطاع الخاص والقطاع العام، وما ما فهمتش انا هذا الرفض هذا. كيقول لك اجي تفتح غادي نجمع لك الناس وجي فتح ليهم وصافي. قلت لي واش الناس هادو حيوانات، حنا غنجمعوهم ونفتحوهم؟ ما يمكنش، انسان خاصك تدوز ليه. انا عندي بحال الطب القطاع العام وبحال القطاع الخاص، كيما ندوز ليه بنفس المعايير ديال التدواز
وديال التشخيص وديال الفتيح اللي في القطاع الخاص هو اللي غادي ندير في القطاع العام. ما يمكن ليش انا نباكلي لو طرافاي ديالي باش ندير باش نلبي الرغبه ديال السيد المندوب. هنا باش نوروا الراي العام اكثر، انا لست ملم بشكل كافي بالتطبيب ولكن عندي شي معلومات، انت غادي تستخلصها معايا وغتشرحها احسن واخا باش الناس يستوعبوا. انا الشاغل ديالي في الحوارات هو الراي العام يفهم، حيت الناس الا فهمت هذا هو المفيد. لما تقول بانه قال لك الناس نجيبهم لك فتح اليوم، كاينه مراحل اوليه في العلاج حسب الشخص بعدا ذكر ولا انت، واش عنده السكر واش عنده هذه، كاين واحد المجموعه من الفحوصات خصها دار. هنا هادشي غادي يهملو هو، يعني مسألتي إذا سمحتي ليها باش نعطيك السؤال، إلا جا بهاد الطريقة اللي كيتكلم هو مندوب يعني طبيب غتجي وتفتح للناس، واش ما كانتش أنا فيها خطورة؟ أنا غادي نقاطعك الأستاذ، لأن الخطوة الأولى اللي كيقوم بها الطبيب هي العلاقة الإنسانية، العلاقة الإنسانية كتكون ما بين الطبيب والمريض قبل ما تبدا لا فحوصات ولا تحاليل، ولا كاين علاقة كتنسج ما بين الطبيب والمريض، وديك العلاقة مهمة في العلاج. علاش؟ الطبيب ملي كيجي كيحيي المريض كيسولو على الصحة ديالو، كيسولو على وليداته، فاش خدام، كينسج واحد العلاقة، العلاقة كتكون ما بين الطبيب والمريض، هاد العلاقة هي الأولى في العلاج، التهيئ النفسي باش المريض كتهيئو باش إلا كان كيدير أفعال اللي كتضر الصحة ديالو كتحيدها ليه. كتنسج واحد العلاقة طبية، ماشي هذا آلة غادي نجي غادي نشوف غادي نلقاه في البلوك غادي نفتح ليه ما نشوفه ما نشوف عينه فتح ليه وينوض، لا ما يمكنش. خاص علاقة، العلاقة اللي كتكون ما بين الطبيب والمريض هي الأولى الوطيدة باش الإنسان كيشوف المريض ديالو كيعطيه تحاليل كيفسر ليه كيشعرو بالمرض ديالو كيوري الامور اللي خصو يقوم بها اولا. دونك ملي كدير الفحوصات كدير الكشوفات والفحوصات ديالك وكتهيئ المريض كيجيبك التحاليل وكتدخلو للبلوك وكتكون هناك تجاوب. هذا هو ميثاق الطبيب. شكرا لك دكتور، الله يوفقك يا ربي. مشاهدينا الكرام كما تبعتوا معنا، هذا هو موضوع الدكتور محمد اللي النبل والاخلاق ديالو خلاته انه يساهم في الشق النفسي بقوه في هذا الموضوع، الا ان من هو في محط صنع قرار له راي اخر. مشاهدينا الكرام، كل احترام نكنه للمغاربه فيما يخص التعليقات. سؤال كيتطرح طرحوا عدد كبير من المغاربه في مغارب نيوز في التعليقات، لماذا هذا الطبيب لم يقم بهذا الواجب في العياده ديالو؟ الجواب بطريقه مبسطه، العياده لا تكفي سواء العدد ديال الناس وكذلك حتى اللوجيستيك الاليات اللي غادي يحتاج الطبيب. الطبيب مجهود ديالو كفاءته ما يملي عليه الضمير ديالو انه يساهم بوقته بكفاءته بتجربته كطبيب، على اساس طلب اللي كيطلب هو وفروا لي الفضاء يعني مستشفى ووفروا لي الماتيريال وسوف يقوم بالواجب. كما قلت في الفيديو السابق، إذا كان لدينا 10 أطباء من هذا النموذج سوف يكون الوضع عندنا الأحسن بشكل كبير. مشاهدينا الكرام، لما لا أن نساهم في مثل هذه الخطوات. سوف أبقى إن شاء الله متتبع دائما ملف دكتور محمد، نتمنى يا ربي يوصل لهذا المبتغى، تفاعل المغاربة في المغرب وخارج المغرب، وهذا شيء ليس بجديد عليهم لأن نعلم جيدا الروح الوطنية عند المغاربة. كما نوجه النداء مرة أخرى للسيد الوزير اللي لك شراكة وفيها أمور تتعلق بالأبعاد في منهجية 2025 اللي بغيت يتحقق، إلا أن بعض من هم في محط صنع قرار في الشأن المحلي بالضبط لهم رأي آخر. مرة أخرى ننتظر الجواب من السيد المدير الجهوي لاتخاذ المتعين ولدعم هذا الطبيب حتى لا تنكسر هذه القوة اللي اعطى ربي لها الطبيب باش يساعد الناس. البصر هو نور الحياة، كل من ساهم في هذا الأمر فهو أجر محسوم مع الله، هذا أحسن الكلام. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن، شكرا لكم.